هناك صعوبات كثيرة تواجهنا في عملنا بسبب الاستهداف المباشر للطواقم الطبية والاستهداف الغير مباشر. نتعرض للمخاطر بشكل كبير. هذه الحرب لم تمر علينا ولا حتى في الحروب السابقة بكمية الاستهداف وكمية إطلاق النار وكمية هنالك يعني لا يوجد خطوط حمراء، لا يعرفون قوانين دولية ولا أعراف دولية ولا اتفاقيات جنيف. نحن نتحدث الآن عن شل طواقم الإسعاف، يعني نحن لما تنقطع وسائل الاتصال لا نعرف مكان الاستهداف. نحن نسمع الصوت، ربما نخرج بناء على سماعنا إلى الصوت، وهذا يكلفنا ويرهقنا بشكل كبير في البحث عن أماكن الاستهداف. ننتظر أمام الاستقبال لكي ننتظر أي وسيلة مواصلات تأتي بمصاب كي نسأل من أين أتيت هذا المصاب، ومن ثم نخرج إلى مكان الاستهداف، وهذا يعطي وقت طويل للاستجابة للمصاب. نحن نعمل في خطة طوارئ على مدار الساعة، يعني نعمل 24 ساعة مقابل 24 ساعة، لكن بعض الشباب تعمل على مدار الساعة، يعني أنا عن نفسي أعمل على مدار الساعة منذ 17 حتى تاريخ اليوم، ونحن على مدار الساعة موجودين على العمل. عندما يعود الاتصال، اتصالات الجوال أو الوطنية، يتم الاتصال بعائلتي والاطمئنان عليها، لكنني لا أذهب إلى المنزل منذ 17 حتى هذا اليوم. مشاهد أوقات يعني نخرج ونحن نبكي من المشاهد التي نراها.